واتوقع ان إمارة عجمان خلال الخمس سنوات القادمه تكون وجهه سياحيه رائده سواء محليا وعالميا، وان شاء الله بنشوف مشاريع سياحيه ضخمه واعداد اكبر من السياح في إمارة. أكون لاعبا في دولة الإمارات العربية وأحقق إنجازات كثيرة للدولة بكل فخر. عقب خمس سنوات أتمنى أن أكون لاعب كرة وجيش. أبغى أشوف الإمام بعد خمس سنوات يكون فيها ملاعب ومساحات كبيرة حق كرة القدم. أتمنى إيمان بعد خمس سنين تطور وزيادة الجامعة. أتمنى أشوف إيمان عقب خمس سنين مرافق سياحية أكثر وجهة مسجد. ويعلك بالصحة دعانا في السجود. إيمان منتجعات في مناطق الجبلية، ونشوف مطار في إيمان. أبي أشوف في إيمان مجمعات جديدة، جسور جديدة، أشياء وايد متطورة. أتمنى أشوف أي شيء يزيد التطور في إيمان بالذات. أنا في خاطري أشوف مولات، حدائق مائية، ألعاب. نشوفكم عبر خمس سنين. الأسود بخالد.